是什么他的就是我们的方法哪里哪里在意在这边是老师应该的在做的是学校过来的话然后说我们不到你第一次来的我还是还在那里我يعني لاحظ بيه ان اي محاضره اي كان لا لازم اعرف انا بالظبط ان انا حافظ كل اللي هيبقى صوتي لازم ماشي عشان ابقى عارف عشان شغال في مصر حسيت ان شجعك على دي محاضرات طبعا جميله هل مره مره يمكن اكون لها اكثر مركز انا ولا كده اوصل ان انا هركز اكثر على البيزكس لان احنا معظمنا مع التطور بتاع التكنولوجيا مع التطور بتاع الفورمي معظمنا بننسى البيزكس هو اساس الفورمي وان كان برضه هيبقى في شويه كده كلام هنتكلم فيها عن حاجات ارقص هي المحاضره دي المحاضره يعني دي محاضره الكشف هي عباره عن بيزك كشف الكيو ده الفورمي ده طبعا احنا عارفين من الاول الكيو ده كان شهر 14 ويليام هالدي كان اول واحد يعمل ده سيشن على الام خلاص لكن اول هيومن اكسبيرينس على داسس كان مع فريق جورج هاس وده كان 1926 وبعدين بعد كده نزل اولوين هو صاحب اول مكنه صامل زي ما نشوف كمان شويه هو اول واحد لعب داسس السويد دي يمكن المكنه اللي سمي باسمه اولوين كيدني وركن موديل طبعا عملها قد ايه لكن خلينا نبدا نشوف وات ار ذا برنسبلز اوف داسس الترمز اوف داسس احنا عارفين يوز Excess fluids and waste components with force chemical and electrolyte balance. طبعا هو ده طبعا رسم الكيمياء. الكيمياء احنا بنتعرف بالدارس بنتعرف على اربع اشياء. عمل الالتير اكسس زي الاوبي وبعدين السايد اكيد الميكانيكي موديفين بيحصل فلكشن الدارس زي الميكانيكي بالظبط او الكيستر او الدارس وبعدين بعد كده الدم يرجع للجسم عن طريق البين. اما عن طريق الجلتر اسمه فلويد يبقى تشارج اوتسايد الماشين عشان يروح في الويست فدي هي رسمه اللي اتعرف عليه فكره الايمو داس طبعا زي ما احنا عارفين عندنا في تو ليفلز اوف داس في عندنا الريبيان داس وفي عندنا الايمو داس الريبيان داس عباره عن مجموعه اللي هو الكوكيما ستاردالي هنا الريبيان داس عباره عن النقط الباك داس والتمين الريبيان داس والتمين الريبيان داس والتمين داس. طبعا اشهر حاجتين في المكان اللي بنعمل بيها الجنين هو السي بي دي وده اللي بيبقى عن طريق مانوال بروسيس والاي بي دي ده اللي عن طريق السايكل اللي هو مسؤول عن تنظيم عمليه الكوبي كيس واللي بيقعد في الفاين فاكت اللي هو الكوبي طبعا احنا زمان عارفين البروسيس اللي فيه بدخل الفلويد الديوال ده التايم هو يقعد هو الكوبي فاكت واخيرا درينك اند اوت طبعا مش هخش في تفاصيل عشان دي كلها مش موضوع النهارده لكن طبعا زي اي درس انا محتاج يكون في عندي فوق كومبارتس بينهم سين بيرن والبرين طبعا ده نصف فوق سين برين ما اعرفش كان في الكوسيدا كان ده كله هو الفيسيولوجيا البرين ده فيلم بريم وده بيحصل عن طريق التشينج اوف دوز بورتس طبعا دي الفكره طبعا احنا عندنا الفينيو برين احسن من الادرز ان هو مش بس ديفيوجن او كونفرشن لا في عندنا ستيبل بوز في كابتن او الويت يعمل يقدر ان هو يعمل ديفيوجن فور سمول موليكيولز وميديوم موليكيولز واللارج موليكيولز والسيرسي ده بتاعته حوالي 1 2 متر مربع وطبعا دي ميزته ان هو يقدر ان هو يتخلص من اول يورين توكسن اللي فيها لارج موليكيولز ان شاء الله طبعا الاكتيفيتي كليرز في عندنا نوعين من الناس الهاي ترانسبورترز وطبعا الافريج ترانسبورترز واللو ترانسبورترز بالنسبه للهاي ترانسبورترز ده احسن حاجه ليه ان انا اعمل فيبر بتشوف بس يعني فيبر داس بس وقتها بيبقى قصير الفلوس بغض العيان بينما اللو ترانسبورترز دول افضل حاجه ليهم عشان في عندهم داس يكون داس بس هنا الفلتريشن بيبقى افضل شويه البيست هو انا اقعد لونجر سيشن بس انا عامل ولاقي التايم سايد بادي تبقى شورتر طبعا انا عارف كده بسرعه عشان نخش على عن مهم داس السيستم او الريكس طبعا انا مش هشرحه كلهم هنا عارفين فيري ويل وده طبعا ده الدياجرام بتاع الداس والارم سيستم بتاعته بالسيلر بوكس سواء بالنسبه للفلتر سواء بالالارم سواء بالليكج اير سواء بالدايزيت سواء بالفلتر سواء برضه مش هخش فيه ولكن نبدا
عنده اول حاجه زمان كان بيعملوا اول بلد تشيك، واحد عنده مشكله في دمه فنغير دمه ببساطه كده، وده كان سنه 1900 كده. بعد كده الدرس ده فعلا موجود بعد ما بدا يبقى براكتس في 1940، ظهر الهيم انفلتريشن في 1970، وظهر الهيم ابزوربشن سنه 1960، اما البلازما اتشينج فكان برضه سنه 1970، ظهر حاجه اسمها بادي انفلتريشن بلازما اتشينج اللي هو بيشيل اللارج مولكيولز ويحافظ على سمول مولكيولز عشان ما يحصلش لوس اوف ذا نيوترينتس اند اسينشال فيتامينز، حاجه اسمها بادي انفلتريشن، وكانت اقوى من البلازما ابزوربشن عشان كان ليه مكان. طلع طبعا ان بي اوس سايت سايت كرايسيس يشيل ريد بلاد سيلز، ان هو ممكن يشيل بلاد سيلز يعمل تشينج بيس اند سو اون، ده موضوع مهم جدا مش موضوع طبعا. ولكن لازم نعرف ان احنا حاجه كلها وات ذا سبيكترم اوف بلاد طبعا دايما احنا في مدارس نقدر نشيل عدد السمول مولكيولز، بينما الهيمو فلتريشن والهاي كونسنتريشن نقدر نشيل اللارجر مولكيولز او الميني مولكيولز. طبعا الكارت بوينتس بتاعت دايما بتبقى في الجيب بتبقى في بعض الوقت ده هاي فلكس مولكيولز لما يقدر يشيل اللي هو عباره عن 10 امبس ثانية، ولكن الاذر الموصول للمولكيولز ما بتشيلش خالص ابدا بلو فلكس مولكيولز. طبعا بتختلف من جريدز، يعني عندنا طبعا موضوع بيقدر يشيل اللي هو الجيب اللي هو 1300، المحط الثاني هو 5000، حتى في البلو بلس ميمبرينز في ميمبرينز تقدر تشيلها 1300 اللي هو البيتا 2 اللي هو البيتا 2 اللي هو البيتا 1، وفي تقدر تشيل المين اللي هو 5000، اما الهاي فلكس الحقيقي هو اللي يقدر يشيلها 11600، اما طبعا اي ميمبرين ما بيعملش الكباس بتاعته على 50000، وده هو الرقم بتاع اللي هو 69000 او كيلو دالتون، وبالتالي عمره ما بيتشال عن طريق ال طبعا الدرس من المنشاه طبعا تبقى جريت طبعا. في الدرس في عندنا جميع الفيزيك الثيرابي اللي هي طبعا في البامبس المشهوره بتاعتي، طبعا في دراسه اللي هو الموضوع الاساسي بتاعي، في البامبس في البلاد بامب في الدرس سوليوشن بامب والفيزيك سوليوشن بامب والايكول بامب، وده طبعا لما نخش في البريزم الدرس هنشوف الكلام ده افضل من كده. ده طبعا الميزان بتاعنا اللي هو ممكن يبقى موجود، اهم حاجه فيه ان هو يكون هاي افشنت وهاي كلاس ميمبرينز. طيب نبدا بقى نتكلم عن الجنرال برنسبل اوف داسس اللي احنا موضوعنا نسيناها او مش عارفين تفاصيلها قوي. هنتكلم عن الديفيوجن، هنتكلم عن الاوزموسس، هنتكلم عن الالتراكتيشن، وطبعا التفاصيل ده كله اللي بيحصل في وات از ميد باي سولوشن اسم الديفيوجن. الديفيوجن هو ان الموليكيولز تتحرك من كومبارتمنت كامل اكوردنج تو كونسنتريشن جريد، وده طبعا بيتم غالبا في حالات سمول مولكيولز او سمول سوليولز، وده هو اللي بيحصل في هيموداياليسيس كولكشن هنا. طبعا اشهر حاجات كلها اللي هو طبعا الديريا والديادل هم اللي بيتحركوا بسهوله اكتر من كونسنتريشن جديده طبعا، لان النيورون فيشنز عندها ريبريشن اوف السيريوك توكسنز بتتحرك من تلزيت للضغط القابل للتلزيت عن طريق فلتر ثم الفلتر البين عشان طبعا يحصل. طبعا المشكله ان الفلترز عندي لما ده ليميتد فور سايز كل ما نزل فوق تحت كل ده ليميتيشن اوف ذا كليرنس اوف ذيس سوليد اوف ذيس سوليد اوف سوليد وده ممكن يعمل لي بوينت بعد كده يحصل اكيميليشن اوف يور ليميتد. طبعا الديفيوجن هنا اسمه ان هو بيبقى باي فيزيك، يعني ممكن يحصل المولكيولز تروح من الهاير الضغط الفاضي للتنزيل كومبارمنت زي طبعا الغير والكافيين والبس اللي هو عالي، والعكس برضه ممكن يحصل زي الكالسيوم زي المغنيسيوم عند الارض ممكن تتحرك من التنزيل الى الباك كومبارمنت حسب الكونسنتريشن بتاعها طبعا وكده كده بيستخدم. طبعا زي ما قلنا الدياليسيس ده بيعتمد فقط على الديفيوجن بوكس اللي هو اكوردنج تو كونسنتريشن. طيب الفاكتور اللي افكت الديفيوجن ببساطه هي الكونسنتريشن جريدنس فيديوهات قوية السوليوس، التمبرتشر طبعا بيأثر، الممبرين في الممبرين، السيرفس هي الممبرين، والفلو جيومتري الكلام ده هيأثر في الأوزموسس. الأوزموسس، الأوزموسس موضوع هو نفسه بالظبط بس موضوع مختلف، إن الماء بيتحرك من السوليوشن بتبقى قوة في لور أوزمولاريتي ويرز هاي أوزمولاريتي أكوردنج تو أوزمولار جيد، وعشان كده سموه أوزموسس، عشان هي الأوزموسس كده هو حركة فيلم. الديفيوجن الاكثر حركه سوليوس لكن الاوزموسس هو حركه فيلم. ومن هنا جه الترمولوجي بتاع الريفرس اوزموسس. الريفرس اوزموسس اللي هي بقى اللي هي بتحط الدايركت اوكسيد من حته تحت الميه، هو عاوز يسحب الوتر اللي مليانه سوليوس ان هي تقدر ان هي تتخلص من دي
device on the water يبدأ الموتر يتحرك towards الحتة الفاضية اللي ما فيهاش سوليوز فكده لابد نطلق اسموزس ده هي اللي بتتحرك against الاسموز وحتى اسمها الفيرس اسموز الشق الثالث هو الاوتر هيدريشن الاوتر هيدريشن عشان يحصل فيلتريشن اوف ماي فلويد او اي فلويد او بار لازم يتم عن طريق وجود ابريشر جيد دي اسمها صندال ابريشر جيد يبقى احنا عندنا فيميل ايشوز هو الديفيوجن والاوزموزس طبعا في الريفرس اوزموزس وفي الاخر طبعا عندنا الالتر فيلتريشن طيب نبدا نشوف الالتر فيلتريشن ده هيعتمد على الالتر فيلتريشن هيعتمد على الهايدروستاتيك الالتر فيلتريشن في نوع اسمه هايدروستاتيك الالتر فيلتريشن ديس هايدروستاتيك الالتر فيلتريشن انا مش هخش في تفاصيل المعقده شويه لكن هنتكلم الموضوع لايت عشان الموضوع صحيح شويه هايدروستاتيك الالتر فيلتريشن ده بيعتمد على التراس ميمبرين بريشر التراس ميمبرين بريشر زي ما احنا عارفين القلب بيشتغل حوالي 100 المرة الأخيرة سايد 250 ومن هنا سايد ده ماينس 50 المجموع من حوالي 300 ده هو مسؤول عن the process of diffusion and ultra so the ultrafiltration هو movement of the fluids according to the pressure gradient. العامل الثاني هو the ultrafiltration coefficient يعني الكريتيكال coefficient of this membrane. الليبتيك اس من كل membrane يصير في الكريتيكال coefficient يعني العالية ده بيعدي قد ايه من سي سي ووتر بيرميتر وبالتالي يقدر ان ده ممكن يبقى ديسبيشن او ديسبيرين عنده قد ايه بيرميتر طبعا ده نوع في نوع تاني هو الاوزموتيك الترفيشن الاوزموتيك الترفيشن ان الفلويد يتحرك من الكومباوند اللي هو اوف لور اوزموتي تو هاي اوزموتي عشان يعمل ايه نيوترايزيشن اوف ذيس ديفرنس ان اوزموتي طبعا الانفلوكيشن بتاع الانفلوكيشن بتاع الانفلوكيشن بتاع الانفلوكيشن هنبقى بعد كده نشوف الهيموفلتريشن Remover of the fume bound from the كيف تنها أحد المدعات بالنسبة للدعاسة عارفين طبعا كيف تقدر تخلص من الفيوم باوند فروم كورنس الميكانيزم الأولاني إن بارت أوف ذيس كيس وتبقى فلتر زي القلب عن طريق البرولاي فالأزور بالتاني القلب في البروجرام تيموز يحصل اكسكريشن أو سكريشن أو أنسول اكسكريشن لل سيرتن سولوتس اللي ماسكة الطريقة الثانية اللي هو عن طريق دايركتلي باي باس الفيروس ويروح عند الكروس بروتين يحصل هيك ديجريديشن اوف ذيس بروتينز ويحصل عن طريق الزيماتيك بروسيس ويحصل تخلص فروم ذيس سوليوس باوند او ذيس كومباوند فروم ذيس بروتين وتبقى اكس ذيس بروبلم موجوده كبيره عندنا قوي في الدايسيس ان احنا ما عندناش ذيس تكنيكس خالص وبالتالي كل ما الكومباوند يبقى مور طايب في القلب عندنا مشكله ان احنا نقدر نجيب يبقى ساعتها بقى الصديق يمكن يدرسها او بيعتمد عليها. كان زمان بيعتمد على حاجه اسمها دايزر اون بلاد كيلرز. الموضوع ببساطه شديد جدا ان انا لو عندي بلاد كيلر وعلى فيه مثلا خدت مقصاه زي دي بيحصل ريدكشن اوف 75% يعني لو الدم دخل 100 ملي جرام بير ديسيتر يبقى يطلع من الناحيه الثانيه يخش يدينا بادي ستادي 25. طبعا وجدوا ان الموضوع ده مش دقيق في ان هو يقدر ان هو يعمل الموضوع ده ليه؟ لان الحاجه دي حاجه اسمها الافكت اوف ليكوسايتس زي ما احنا عارفين الليكوسايتس لما بتبقى موجوده ايه اللي قوي؟ البلازما فلو بيقل من 200 ملل ل 140 لو انا عندي 30 فانا كان عندي في 200 في 200 لتر في المتر يبقى انا عندي مفروض افكت بقى 60 وهنا حصل الاكشن في الليكوسايت فلو ريت في الازم بلازما فلو ريت من 200 يعني لما احط البلاد بامب على 200 دي مش 200 ده انا عندي بلازما فلو ريت على 140 وديس كونسبت ماست بي فيري سوليد ان اور مايندز في الحقيقه في اللوريا مش هيعمل فرق كبير لان احنا عارفين اللوريا بتبقى ديستريبيوتد في البلازما بريت اباوت 93% الووتر سوري في البلازما الحجم بتاعها 93% والووتر نفسها ديستريبيوتد برضه في الليزوسايتس بنسبه 73% ففي الحقيقه اللوريا ما بتاثرش قوي اللوريا بتبقى فريلي موبايل انترا سيرا اند اكسترا سيرا في البلازما الليمفوسايت في الحقيقه ما بتاثرش خالص الليل بتاعها اليوريا باي البلد باي ذيس فورم اللي هو الليمفوسايت افكت ولكن يبدا ياثر معانا على النار الكومبلكس زي الكرياتين يعني الكرياتين يقل الكرياتين ده سيرفي فايس كل ما يزيد يقل 8% الفوسفاس يقل 13% لان الحاجات دي ما بقاش ريلي موبايل بتوين الليمفوسايت اند كده فما نخش في تفاصيل معقده شويه عشان طيب شوف بقى لما بيحصل بقى افكت زي ما قلنا ان لو حصل انكريس في هيماتوكريت
فهي مش هيحصل الرش المهم بالوريد، لكن الرش هيحصل في مين؟ بالكرياتينين اند الفوسفورس. طيب ايه بقى الحاجات اللي بتفكت عشان كده احنا ما بنتكلمش على الهول بلط، فبتلاقي حاجه اسمها ايه؟ لط ووتر يوريد. شو المقصود باللط ده؟ مين؟ يعني بلازما ووتر يوريد. طيب الكلاس بتاعها بيعتمد على ايه؟ بيعتمد اول حاجه على البلط يوريد. لو البلط يوريد عندي هيبقى فيه درجه 75%، لكن لو انا زودت البلط 100% من 200 ل 400 هيزيد اليوريا ريموفر ريت، هيتحسن بنسبه 33% فقط، يعني 150 تحول ايه؟ ل 200. تمام؟ لكن طبعا this is something which is efficient على مستوى كيتي اوفر. طيب لما نيجي نشوف الايفكت اوف بلازما ريشيو تو ريت على اليوريا كيتس، الايفكت بتاعها بالنسبه لي هنا في الحقيقه. تمام؟ عشان كده لما انت تزود الفلوري من 50 ل 500 لزيت بامب ل 800 يزيد فقط الراتش ريت باي اباوت 12%، لكن العكس ده مش صحيح، لان لو حصل ريدكشن عن الزيت بامب عن 500 يحصل ماركت ريدكشن اوف ماي يوريا اكسكيوشن ريت اوف يوريا ريموفر ريت او الراتش ريت، وبالتالي في الحاله دي مش مستحب خالص انك تقلل الزيت بامب عن 500 ملم. طيب ده بالنسبه للبلاد بامب فلوس. طب فضل بقى ايه الايفكت اوف ذا رايزر افيشنسي؟ ذا رايزر افيشنسي بيعتمد على كذا فاكتور، بيعتمد ان هو فين ولا فين، طبعا فين احسن، بيعتمد على السيرش انجن، بيعتمد على البوز، بيعتمد على تشيك الديزاين بتاعه، طبعا بياخد سيفرال ديزاينز، وفي حاجه اسمها دلوقتي الكترولايسز، موضوع مهم جدا في الميمبرينز، وحاجه اسمها ستاتيك الكترولايسز اند اذرز، وازاي اعمل ديس ميمبرينز بشكل معين في خلال الكترولايز، الموضوع برضه مش هنخش فيه عشان ولكن الحقيقه الدلايزر بيعتمد على حاجتين، بيعتمد على الدلايزر كوفيشنت، بيعتمد على السيبس اللي هم بيسموه دلايزر كوفيشنت، ده الرمز بتاعه اللي هو تي او، بينما السيبس اريا اللي هي الرمز بتاعه دي واتس نون از ذا افكت اوف دلايزر ماس ترانسفير اريا. تمام؟ العكس بقى الدلايزر كوفيشنت ما يتاثرش باللار باور فلو خالص، يعني حتى لو انا زودت البلد اوف فلو مش هيزيد معايا موضوع اني احسن الدلاله في الشيء ان انا مش هعمل فيه حاجه خالص. لكن على عكس ده تماما، ان انا لو انا النهارده في التنزيل قللت التنزيل بامب يقل التنزيل الدلايزر كوفيشن ريشيو او ماس اريا، بس السبب ايه؟ لان انا البريتيشن باور اوف ذيس دايزيل اللي تخلي ما يحصلش كلوس ان ذيس بولز يروح مني خالص، وبالتالي مش عشان هو بيحسن، هو عشان يقلل كلوكينج اوف ذيس بولز اوف ريمبرين. تمام؟ طيب نيجي بقى نشوف الموليكيولا ويت فورس ازاي بتتحكم. طبعا زي ما احنا عارفين ان اليوريا اليوريا وزنها 60 عشان كده الريسك كبير على ده. اليوريا كبيره من 113 كل ما يزيد الطبيعي اليوريا ده عشان الريشن 75%، لكن هنا الكياتين بيبقى 60%. كل بقى ما هيزيد الوزن هيقل الريت اوف ريموفر او الافشنسي اوف ذيس دايلايزر، يعني الفايتنج ويت يقل عشان وزنه زاد، الريموفر بتاعه زاد يبقى 25%. الفيز اوف الفيوز طبعا بتقل جدا جدا جدا، وده كيرف يبين ان انا ازاي كل ما انا بزود الضغط ويت انا فعلا بحسن الريموفر اوف ذا ريت اوف ذا ريموفر اوف ذيس ويست برودكتس، لكن الميجا ويت برضه كل ما يزيد وزنها ازاي ده بيقلل الكليرنس اوف ذيس سولفتس. الكليرنس برضه بيعتمد على الفيتو غريب او بيحس الفيتو غريب، لكن انا مش هحط لازم اقول الموضوع ده عارف ان هو بيتكلم عن الفيتو اوفر. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن ذا بروسيس اوف ذا كليرنس، بما فيها الديفيوجن، بما فيها الالترا فلتريشن، بما فيها الاوزموسس، وقلنا فيها عامل متعلق ب الفيلمر نفسه زي الكوفيشن اوف الدلايزر، زي السيكس اير دلايزر، زي الكلين، زي البوز، زي في علاقه بالزيت بامب ريت، حاجه اسمها تعلق البلاد بامب ريت اند سو اون. فاول ذيس فاكتورز وقلنا مع بعضيها هو الفاكتور اللي بيتحكم ان انا ابقى عندي قد ايه اقدر اشيل او اعمل كفر مور ريموفر او كيرس اوف ذيس سولفنس. طيب نبدا بقى نشوف الكلينر ريبليسمنت ثيرابي. ده السيمبل هيمودايليسيشن. طلعت حاجه اسمها اللي هو الرينال ثيرابي او السيرو ثيرابيست،
كان الفكره بتاعتها انها تمارس الهيستوريك رول اوف الوضع، ان هي تبدا ان هي تبقى تشتغل اوفر ذا دي، تشتغل 24 ساعه، ولو تشتغل 24 ساعه تقدر ان هي تعمل جراديوال ولا وصل لوبس زي فكره البي دي، ما يحصلش اكتيفيتي تشينج لا في السوليوتس ولا في البلاكازيس اسكريشن ولا في الاماونت اوف فلويدز اللي هو بتاعت الدكتور سعيد الناس بقى بتشوف انه 5 لتر بس طبعا كل اه فيسيولوجي. زدنا ان هي طبعا مسؤوله عن بيوريفيكيشن للضغط وبتيجي عند الكوربيتر وبتستور الهوميوستيز اوف الضغط وبتأوي الكومبليكيشنز وبيبقى فيها جود تولرنس بالذات العين هم يبقى عندهم سايد العين هم عندهم سبس العين هم عندهم مامبي اور فيلر سيكوم العين هم عندهم انفلاماتوري سايتوكاين and all these patients العين هم عندهم كونجستيف هارت فيلر الهيمو دايناميك اند ستيبل بيشنز كل ما الاقي التكنيك يبقى موفي الشراشه الحقيقه ده هيبقى افضل لي ان انا اعمل ايه بقى انواع سلو مودالتيز؟ في اول حاجه الاسكاف. الاسكاف عباره عن سلو كونتينوس الترا فلتريشن. هو بيشتغل بفكره واحده بس معناها الكنيسه بيشتغل الترا فلتريشن يعني طريقته الوحيده ان هو فقط يشيل او يشيل البول اوف يعني مثلا النهارده عندي عيان ضغط واحد از بول اون لاين او اكتنسيف سايد ومارك من الليمس او في عنده مارك بوينت اوف اللوب او كونكشن وعايز يحبس مثلا الليمس يحصل عليه. انا حطيت من شغل الريش على الباقي عليه لان ده هيخش هنا في الكيوتر هيبتنشن يجي هنا يسكف تكنيك ديس تكنيك بعزته انا بحط الباك باك بتاعتي حوالي 150 200 وبقدر طبعا هنا مفيش جهازات خالص سكف مش جهازات بروسيس اوف بيور الترفيشن بس ريموف فلويد وداوت سوليوتس هنا ما عنديش خالص جهازات باك انا كنت يبقى عندي حاجتين يبقى عندي في باك باك في ايه شويه طاقه وحسب ما بعلي الطاقه او بتحكم في الطاقه انا بتحاول اتحكم في حاجه اسمها كونسنج جيم بريشر وبالتالي انا بزود فريق اوف ماي ارمر الكونتينوس بين وبينس في الكونتريشن ده بيعتمد مين على الكونتريشن والتكنيك ده هيجي نشرحه بقى شويه بالتفصيل طبعا الكونتينوس بين وبينس هي داسس ده بيعتمد على الديفيوجن ده عباره عن صور اوف داس ولكن كونتينوس بروسيس تخلي كل حاجه على موقع اهدى الباب بامب تبقى اقل الجهازين بامب تبقى اقل اند سو البيت اوف ارتفيشن يبقى اقل وبالتالي بقدر ان انا اعمل اسلوب تكنيك اوف اوريجينال في مداسس من غير ما اعمل اي تشينج ان الدفايس او بلاد جاز او مودل وفي الكومباين تكنيك بتاع اللي هو كونتينوس بي وبلاس سي وده فلتريشن وده بيعتمد على تو تكنيكس على ديفيوجن اند كونفكشن زي ما اتفقنا الاسكاب بيعتمد على ايه؟ محتاج بلاد بامب ويفضل البامب وهم دول اللي بيتحكموا في الريت والفا فلتريشن وبيتحكموا في الريت اوف كلاس من الريت بريشر نزول على الفا فلتريشن نبدا ريزيت او ريبليسمنت سوليوشن على ما بنحاولش نشيل اكتر من 2 لترز بير اور تمام؟ ولو قدرنا ان احنا نشيل بريت اقل من كده اتس ماتش بيتر في الحقيقه انا ما بحبش ادور ابدا عن اكتر من الفا فلتريشن 1 لتر بير اور جيم عن تي اكيوت فاضيه هنا الضغط بتاعتي بتبقى على حوالي 150 ملي كمان وممكن تبقى اوفر اوفر تايم زي ما قلنا عين على بورد لاين ضغطه على بورد لاين كارديك فيلر السبسس على الايم كروس محتاج مثلا توتال كريتيشن بياخد الايكو كارديك حوالي 3 مرات في اليوم وعايز يشوف كويس 4 5 ليه فعملها فيري جريبل اوفر ليه ما اقدرش اعملها اكيد وعيد عليها يبقى الفاينل روم بتاعي عباره عن ايه؟ السيف مانجمنت اوف فلويد ديمون. يبقى السكاف عنوانه تبقى سيف فيسيولوجيكال مانجمنت اوف فلويد ديمون. زي ما قلنا لارج فلويد ديمون بيبقى على فكره يبقى هو فكره السكاف تبقى سيف مانجمنت اوف هيوج فوليوم اوفر لود اشيله للسيف. ده هو زي ما قلنا السكاف يا جماعه ادي الاكسس الاحمر داخل على النوت بامب يعدي بعد كده على الفلتر وفي الفلتر عن طريق في انذر بامب تعمل لي ليجا كونستراكشن اسمها ليجا بامب روح عامله تسحب وانا اقورني بالتايم فاكتور واقورني بال الفلتر بوينت مع الديوريشن انا كنت بحط ارقام بحط التايم بحط الارقام وبحط الالفا فلتر بول والماشين بعد كده بتظبط البامبس البريشر الكونستراكشن بريشر البوست بريشر حسب ما يتشايفه عشان تعمل تسال طيب وهنا الفكره كلها زي ما اتفقنا ان ديس تكنيك ان انا بعملها بالارض فيكشن وان انا بعمل اليكو شيفت اوف ذا فلويد من كومبارتمنت للارض فورمينج تو بريشر جريد.
طبعا. وده ممكن بقى استعمله في اديشن مع الادرس، يعني ستاف ممكن ما يبقاش لوحده، ممكن ستاف بقى اثنين انكوبريت مع سي بي اتش، سي بي اتش دي سي بي اتش جاب، يعني مع ادرس كومبلس ممكن اديه كومباين ستاف بلس ادرس مودالتي. يعني طبعا ساعتها تبقى مودالتي، هي روج مودالتي هي الادرس مودالتي والستاف بيبقى ده كده في السلوك دي خالص مفيش برضه. هنيجي بقى نتكلم عن الكونفكشن. الكونفكشن او الهيموفلتريشن ده بيعتمد ان انا محتاج كل البامبس، محتاج ليهم البلاد بامب، محتاج الجلازين بامب، ومحتاج البامب، وانا عارف ميستو فلوس. ميستو في حالات اكتر السبسس ان انا محتاج اعمل لارج بول فلويد تشينجز فروم ماي بودي، ممكن ابدا من نص ساعه اب تو الحقيقه اللي اتعمل او الجاز اللي انا بستخدمها 4 ساعة حوالي 36 لتر بير دي. يعني في حاجه اسمها زي ما نشوف بعد كده، في حاجه اسمها الهاي بول ميتر او البلس هاي بول تشينج، ده ممكن توصل اب تو انك تعدي ال 150 لتر بير دي. الصراحه الحقيقه احنا بنستخدمها في مصر في دي بقى مش محتاج جنزين خلاص. انا ما عنديش هنا جاز فقط، انا عندي فقط بلاد بامب وعندي وانا طبعا بيبقى فيه موبل واي كونفكشن لازم اعمل طاقه. الكونفكشن طبعا ده اللي هو ميست اللي هم عايشين مع الفلوس، بيشيل بقى ايه بيشيل كمان اللارج فلوس اللي بنشتغل عليه هاي فاستنج ريز، بيقدر يشيل فلوس ومعاه اللارج فلوس. هل هي موداليسيس وين كونفكشن الاثنين ار ايكوال في سمول سوليوس، ولكن في اللارج فلوس الاقوى منه هو الكونفكشن تكنيك عشان بعمل هاي ريت ريموفال فلوس فروم ماي بادي، ميس فلود ريموفال تأثير من لارج سوليوس اند فولكينز. بس انا مش شغال الشوك ويف مش كده، بس حالتي كانت كلها بتشتغل الصورة اللي هي مش شوك ويف حاجات لسه متحرك مش هو ده. هو الكلام ده كله اشرحه الورك شوب، يعني الورك شوب على الكلام ده كله ده كده بدون فيها فلوس ماي فلوس. انا كان ما بعرفش اقول الاصطاد ده عشان الفيس ما بعرفش اقول كل حاجه. طيب ده كونفكشن زي ما اتفقنا يا جماعه، انت ممكن توصل اكتر الفيوز اللي هي اقل من الادول، الادول زي ما اتفقنا اللي هو لغايه 69 يبقى لي اقل حاجه اقل من 65 ده هو كونفكشن. في التدريب تقدر انت ممكن تبقى كونفكت اوت اوف انفليشن، فالراجل بيتسحب عمال يتغير ده كذا مره اقول له ستوب بلس انفليشن. طبعا زي ما اتفقنا ان ميتر ويت الكونفكشن في ناس احسن من الديفيوز الكيرز في ارض الهايبر كيرز. وده برضه نفس التكنيك زي ما اتفقنا، ادي الرسمه بتاعتنا، ادي الباب بامب، وادي عندي في الدنزيت الايزون بامب، وممكن يبقى في عندي في الجسم بامب على الشمال والجسم بامب على اليمين. ده شغال ده كده الجسم بامب ممكن ده الجسم بامب. الريبليسمنت بامب طبعا ممكن تبقى فري الفلتر ممكن تبقى بوست بريشر ريبليسمنت بامب. ده بالنسبه طبعا الهيمو داس ده يبقى احنا اتكلمنا عن الستاف قلنا ميلي ارت فيشن، واتكلمنا عن الهيمو فيشن قلنا ده ميلي عباره عن كونفكشن. هنتكلم بقى عن السي بي اتش. السي بي اتش دي اللي هو الهيمو داس ده عباره عن بيستعمل النورمال الهيمو داس، وهنا بستعمل الباب بامب والليزر بامب والدايسيس بامب، وهنا مش محتاج ريبليسمنت فلوس. انا ما بحتاجش ان انا اعمل لارج بول تشينج، ده عن طريق بري البري او البوست فلتر، ما بحتاجش خالص القصه دي. فبالتالي انا مش محتاج خالص يبقى عندي ريبليسمنت فلوس. طيب هنا الديفيوجن طبعا هي اللي يشيل السمول فلوس زي ما اتفقنا، وهنا راجع هنا بقى على الكونسلتيشن طبعا ده بيس فورم باسبورت في الفيما ثيرابيز بتاع طبعا الكونتينوس جيم جي سي مو ده اساس بلس اديشن لو عندي جيم ده اديشن زي ما انا عملت. طبعا ده بيجيب ان يبدا يختار السبسس بعد ذلك كونسلتيشن ميديا، وده برضه نفس الرسمه عشان نخش في الشغل اللي هي احسنها. نيجي بقى الجيم ده اديشن ده بيستعمل الفور باكس، بيستعمل جيم ده اساس باك، بيستعمل الدايزين باك، وبيستعمل في الباك، وبيستعمل اللي هو ايه؟ اللي هو الريسمنت او الريسمنت
وده بيساعد البرنامج عن طريق الفيوم وعن طريق الايموشن. طبعا ده بيذكر ان هو بيبدا كومباين الفيوم والكونفكشن في ثلاث شين الفلوس اللي كان مثلا بيحط ايه؟ بلاش والفلوس اللي هو طبعا والفلوس والحاجه الوحيده اللي هي ليس تو ميكانيزم بتاع الفيوم مع الكونفكشن هي موجوده في الديمو ده الفيشن بينما ديمو لاز جاست الفيوم ديمو في الفيشن جاست في الفيشن او كونفكشن سوري بينما مستاف جاست اوت في الفيشن لكن هنا انا بشيل طبعا وادي الفرق ادي كده الكسره بتاعتنا ادي كده الدرس الصعب وادي البي فلتر ريسمنت وادي البوست فلتر ريسمنت حسب ما انا عايز طبعا هو دلوقتي كل الورك اب دلوقتي بيتجه توردز البوست ريسمنت فورورد في انذر تكنيك بيستعمل في حالات السيرفسز وهو الابزوربشن على ما بيستعملش لوحده يعني بيستعمل مع دي ولاس او دي ولاس فيشن او دي فيشن. ديز ادوبشن بيسبب ان هو بيبدا يادوب سيرتن سايتوكاينز او سيرتن توكسنز اللي موجوده على المبرين اسيرت ادوبر. انا عارف مثلا في عندي حاجات بروتيوتيك 1 حاجات بروتيوتيك 6 حاجات بروتيوتيك 8 بروتيوتيك 12 بروتيوتيك 16 بروتيوتيك 14 بروتيوتيك 15 اند اذرز اند اذر توكسنز ممكن يبدا ادوبشن في الاورجانيزم ده سايتوكاينز فيبدا ان هو يشيل دي سايتوكاينز وبالتالي ممكن يبقى عايز ستاف وكل انواع اقدر استعمل ستافشن مين اللي طبعا الفلترز بتبقى غاليه جدا وفي حاجات بقى بدات تطلب فيه مش ازورت زي فيتامين اي طبعا دي حاجه بتطلع دي موجوده دلوقتي وقت الانتي اوكسيدنت عشان يمنع حكايه او يقلل الانتي اوكسيدنت اوف ماي ليفر ده طبعا ده الازورشن بتاعي لو تصدق بقول لك هتشتغل لك للاسف طيب تعتمد بقى على ايه؟ زي ما قلنا كليرنس على الموليولا سايز وعلى الدور في السيمي كلاب اوف البرين وعلى الالترا فيبريشن ريت فور ذيس سبستنس. كل الميمبريز دي تقدر تشيل اللارج فيوم اب 50000 دالتون واقدر اعالج بيها سواء هيمو فيبريشن او هيمو فيبريشن. السيمي كلاب فيشن لازم تبقى بروفيشنال في السيمي برين اللي معاه ماكسيموم منيوفر اوف سيرت سبستنس يقدر يشيل فيه الصوديوم او البوتاسيوم او الكرياتين ولكن طبعا عمره ما يقدر يشيل ابدا القلب غير ما هو يشيل القلب. طبعا الهيمو فيلتر ميمبرين ده هاي كلاس ميمبرين ده سينتيتيك هاي كلاس ميمبرين وكاركتيرزم طبعا زي ما قلنا تشيل هاي لويد فوليوم. انا مش مش عارف الانديكيشن بتاعتي ده ممكن نتوقف عن ده انا بس كنت خالي قاعد في سلايدز انا قاعد بشوف كده طبعا ظهر مع السيت يا جماعه ظهر حبر تكنيك اسمه سليت اف فعباره عن سليت ومعاه فلتريشن يعني بس بدل ما بقعد حوالي 24 ساعه 72 ساعه بالكونتينوس ترابز عليها لا بجيب بقعد فقط 11 ساعه فبالتالي وبقدر استعمل سليت تكنيك اللي هو ستوري كوفيشن ده زيت دارسس وبالتالي بقدر ان انا ساعتها اقدر ان انا اقدر ان انا اوفر في الانتي فايروس اقدر ان انا اخلي عليه نوم موبايل اقدر ان انا يبقى تشيبر ويت فور ماي فيجنس فديس تكنيك الحقيقه فيري امبورتنت اند كان بي يوزد فور طبعا هنا بقى الكومبارزن بتوين الهيمو دارس التقليدي هو الهيمو دارس وين كونتيوس دارس فين البوستيف وفين النيجاتيف يعني كونتيوس هيمو فلتريشن احسن في حاجات اللي هو مفيش سكريبت مع اقل الريكوايرد بالانس اقل الفيشن سبورت معاه احسن بينما الهيمو دارس طبعا انتي كارجنس اقل الفيشنس موجود احسن في ديكريز لوس اوف نيوترينس زي الفيتامين دي اتقلص طبعا مع الهاير مع الريد بيزن بتاعهم قيمه اتقلص طبعا هيبقى في لوس اوف نيوترينس طبعا بيكون اقل فده زي كده كده سريع طبعا الهايبوز بتاع اللي بيشتغل عن طريق حاجه ان هو ممكن يعمل نيوفا للسايتوكاينز عن طريق في كونسنتريشن هو بيقدر يشيل سايتوكاينز ومضاد تحسين موضوع السيرسس ممكن برضه عن طريق ان هو يعمل نيو موديليشن هو بيشيل الميجيتوس زي البوينت فاتر بروسيس زي جيم بوس اللي انت فين جامع الارض الارض مش هيخش في التفاصيل دي كلها هو عايز تعمل لي جيم بوس بروسيسنج خالص في حاجه اسمها الجيتي ديليفري هايبوسس ان هو يقدر ان هو عن طريق الهاي فلو يعني يحسب يعني جايب حاجه بشوفها كتير لا لما اغير الدم كذا مره اقدر ان انا اشيل الارض اصابت في ديس فلوس وبالتالي اوف ديس سايكوكسين اللي اسمها الميجيتوس اقدر ان انا احسن شويه
ماي سكسس، او عن طريق الهاي هورمون نيوتريشن يشيل بقى الاندوجين والاندوجينس كانيونويدز اللي هي مسؤوله عن السكسس والنضجيك اكشن السكسس، مسؤوله عن السكسس اكشن هيدرو اللي هو مسؤول عن الدي اي سي، يبدا ان هو يشيل كل حاجه كلها بطريقه ليه طريقه الدي اي سي يعمل لي برضه التمرين بتاعي. لما نيجي نشوف او الاذر كان عندي انترميتد سواء انترميتد هيموداليسيس او انترميتد افتريشن في هيب اللي هو سليب سواء سليب او سليب اف اللي هو معاه هاي ريسك انترميتد لونجر تايم، وفي تقييم احتراف اللي بنعمله كلهم سي بي اتش و اتش دي و اتش دي اف والسكاب. انا مش طيب احتراف امتى اعمل ديلي انترميتد هيموداليسيس، امتى اعمل ديلي سليب، امتى اقدر ان انا اعمل طبعا اذر تكنيكس. طبعا دي كلها حاجات لما يكون عندي ما عنديش سيت شوك اقدر استعمل اكتر الكريتيكي مدرس من الاذرس، لما يكون عندي مدرس ستيبل او العيان عنده سكسس او توتال لايف بروفيشن اند سو اون اقدر استعمل سواء دي اس ليد او سي اف بلس او ماينس اقدر استعمل. في الحاجات اللي هي بقى ماس كيز اوف شوك والعيان اللي هو جاست توتال لايف ممكن اقدر استعمل سواء الهاي فوليوم نيو فلتريشن او حاجه اسمها الباس هاي فوليوم نيو فلتريشن. الهاي نيو فلتريشن عندنا بيقسمين ديجريز، اللو اللي هو اقل من 20 من 20 ل 35 ده يعتبر انترميديت، اكتر من 35 ده يعتبر هاي، وساعتها بقى مش ممكن ان ينزل حتى 60 واقع اكتر من كده. وفي الباس اللي هو اعمل ديوريشن اعمل فيها هاي ريت اوف كيمو فلتريشن اب تو 60 ل 120 مليتر بير بير مليتر بير بير كيلو جرام بير اور، بقدر اعمل فوليوم كبير جدا فور 60 اورز، وبعدين بعد كده ارجع وامشي بريت التقليدي اللي هو 20 او 35 مليتر بير كيلو. طبعا الكونتينوس عشان كده اللي هو بعد النيو فلتريشن ده بيقسموها الهاي فوليوم نيو فلتريشن وكل الكلام عليه دلوقتي. في بعض البيبرز بالذات التركش ستادي اند الكابيناي ستادي بيقول ان هو قد يكون ليه افكت يحسن مثال كده عند النيو داس تراديشنال. وفي الالترا هاي فوليوم نيو فلتريشن الحقيقه لما تدوش عليه عالي قوي لان ده بتوصل ان انت بتستعمل فيه اب 60 مليتر بير بير، وده بتستخدمه اكتر في الانيمالز. في باس هاي فوليوم نيو فلتريشن وده ديوريشن عالي قوي والديوريشن تقليديه قوي ان هو ممكن يبقى ليه ارتفاع في السكسس في الحقيقه. وفي حاجه اسمها فابريك بلازما فلتريشن اند ابزوربشن، ان انا بعمل مع النيو فلتريشن بعمل كمان ابزوربشن فور ماي ديوريشن، هو دول الفور برنسبلز بتاع النيو فلتريشن سواء الهاي او الترا هاي او الباس او الكابل ويك ابزوربشن. في كومنت سريع وسؤال. الكومنت ان بالنسبه للفوليوم هاي فوليوم كان في كونتروفيرس كتير من اول ما بقوا من 10 سنين كده اقل من 35 فوليوم والكلام ده، بس اخر ستانس في يناير اللي فات ده قال كانت نفس المعلومات السابقه، قال ان الماكسيمم على مدار الفوليوم من 20 ل 25 يعني اراوند 20 يعني ما بنوصلش الثلاثينات بتاع الوش يعني في بينت قوي ان انا ازود الثلاثينات في الوش. نمرة اثنين فراك تاخد انا لما احط العيان على 60 بي اتش وانا كان ليا الفرصه ان انا السعوديه الجمهور ما كانش مش مشكله ونحط وجربت الشوت تايم هاي فوليوم وكل حاجه. خلاصه الكلام انا بحط العيان 72 ساعه او 48 ساعه او فوق 70% من العيانين بعد 12 ساعه هو بيحصل كلوتين او بلاش كلوتين. موضوع ان يحصل اكشوالي ساتوريشن للدايلايزر، هل من ده ان انا اغير الدايلايزر بعد 12 ساعه السعر فيه عشان اضمن الفيشنس بتاعي احسن، ولا اكمل بيه حتى لو ما كانش حصل كده؟ ده بس السؤال. شكرا. طبعا عايز تقريبا سؤال في بعض. خلينا السؤال ده شويه بعد كومنت خلاص. خلينا في السؤال بس عشان نكمل بس بالنسبه للسؤال الاخير بالنسبه للبروفي ولا بتاع طبعا حضرتك او دي ساتوريشن او ان انا عاوز اغيره يعني اغير بعد 12 ساعه بس هو في حاجه بعمل كده بباور انتشواليشن وبيعمل زي ما كده موبيليتي افري 6 اورز مش هحتاج ان انا اغير ماي بالانس. واحنا في القصر عيني يعني انا شغال حاجات كتير جدا للهيمو فلتريشن فانا بس مع القلب وكان كله بقى القلب عندي اكتر من ثلاث اربع حالات شغال هيمو فلتريشن هيمو لايف فلتريشن. معظم الحالات ما بنحتاجش مثلا انا بقالي سنه فوق ال 1000 حاله هيمو فلتريشن لايف فلتريشن ما احتاجتش ان انا اغير خالص
يعني سلوك الدنيا السابق سلوك الحركه انا اصلا سايب المغيره عندنا في المجتمع الاسلامي عندهم هناك وعايز يوصلوا لها برمه هي فيها مسيسي واحد الاربع عشرات الموجوده عندنا هناك اربع عشرات فور سلوك الدنيا محترف معظم عيب هناك ما بنعرفش انهم درس مش عشان حاجه بيكون نايتش اوفر سيسي ونعمل لهم سيسي بيشربوا على الاسلام بيكون فور سبورتس كلهم بطل بالضبط طبعا على الزوج بالضبط فمحتاج تبني سلوك كيمو ثيرابي وارتر فيشن. اللي جاي عليا بنسكيب تكنيك ما بتساعدناش في بنعملها بس احيانا الضغط يقطع مننا ما نقدرش احنا نكمل بيها فلقيت بقى كلهم بنمشي حسب ببدا اول حاجه بمسك حاجه بره لقيت بقى كلهم في ميزه عندي هي كلهم بيبقوا انتي كوجنيشن حلو فبالتالي هم عندهم بيسموا انتي كوجنيشن وبنعمل بيوتيوب كتير اللي هو وين انتي كوجنيشن بديه مين مالدوس اللي هي 250 هي بقى يبقى الاول لكن اللي عندي منه كويس انا بديله 500 سي سي في الاول هي باي اكسبيرينس 500 سي سي في الاول في العين دول از فيري افكتيف انك انت تقلل الافضل طبعا ما اقدرش انا في النص ما احتاجش فيديو اوريه عشان اشوف الباب الافشنسي ولا ما يدرايزز يحصلوا فيه بالظبط لكن ما حصلش خالص ما حصلش عندي على المشين ولا حصل شيء كويس اكسبيرينس كويس وبعدين مفيش ريجولر بتخش عين انا لو بعرفش اسلوب معايا ثيوري ان غير كل 12 ساعه انا فقدت الحساسيه دي انا حصلت الفيرست زي اكسبريس فيري اكسبريس فيري اكسبريس عشان 12 ساعه الناس هتشيل 10 زي حضرتك بالنسبه للسكاب حتى قلت ان في بعض الناس بيشتغلوها 2 لتر في الساعه. لا مش عشان كده في الكتاب كان في سؤال عظيم قبل كده اتكلمنا على الترايلز والريت بتاعت الالترا فلتريشن بير كي جي بير مان. احنا المفروض نعديش ليفل معين. فاكشولي يبقى استاذ الدكتور حسين بس اللي واقف معانا الارقام عشان الناس تتحرك. بتاعت 10 مليون ماكسيموم 13. تمام. انا عندي تحت ال 10 مللي في الاول سي. ال 10 13 ده يعني قلق شويه او يعني بيمشي فوق ال 13 مللي في جي بير اور مختلف ده مختلف بس خلينا نبدا في ايه؟ بس هي مش السلوك اللي بس كده مش السلوك الكلاس انا بتكلم عن السكاف اصل السكاف دي عباره عن ايه؟ انت بريشر على بتاع وهي فلتر بتلف في حياتي مدخل الدم من يحيى في البريشر على الجنبين انا فاهم السكاف هي سلوك كونتينيوس اكتر من بريشر كونفكشن ما حاجه ولا حاجه مش عارف مش هي الفكره في الفكره في الالترا فبريشن ان انت مش حاجه من السيركيليشن ولا في لها حاجه ثانيه؟ الكلام اللي احنا قلناه كل يوم ده خاص بالدياليسيس اوكي التكنيك بتاع الدياليسيس ان انا بيجي لي عيان زي مثلا 6 كيلو ما ينفعش اشيله 6 كيلو في 3 ساعات هموت مات فلازم اعمل موديفيكيشن عشان ما يزيدش هذا الكلام لكن ما يخص الالترا فبريشن والسكاف قصه مختلفه البيور الترا فيبريشن ايفن ولو انت بتشيل السيركيليشن الرقم ده؟ لا طبعا هو انا يعني مش قادر احسب هو هو الدكتور حسين الرقم انا اتناقشت مع الدكتور فيه وفعلا ان احنا مكسب بنحط 100 جنيه بير مينيت سوري الاور بيزيد شيء على مدى اليوم كله مثلا 2000 ونص دي قصه ماشي لكن هي اصلا بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس هي بس بس هي بس هي بس هي الكلام المشهور الخاص بالالترا فيبريشن بوزن ده قاصر على الهيرو دايس العادي اللي هو العيال اللي بيجي زي وبيجي كونفنشنال دايس ثلاث جلسات بيجي زي جدا وعاوز اشيل هذا الكلام اذا تجاوزت 13 مللي في الجيب الاور انا بحط في ريسك على الكلام المصري اما ما يخص العيال اللي عنده اكيوت كيدن انجري او عنده كريتيكال انس او عنده هايبرتنشن او سبسيس او سيبتك شوك قواعده مختلفة عن هذا الكلام والسلوك كلنا الثيرابي يقدر يستطيع يوصل لهم ده في الفيشن بوينتس رهيبه جدا دي قصه بس طبعا هو سؤال حضرتك سؤال يقنع او تغيير ان انا الهدف من السكاف ان انا عايز اعمل سلوك سيشن عشان اسحب الله كله اذا انا بحط براحتي فكلام صراحه في الحقيقه لما انت بتقول لك اب تو 50 في الاول يعني العدد مش يعني مش ساعه مثلا على سكاب مثلا حوالي مثلا ممكن توصل يوم تقول انا حطيت له 2 لتر في الساعه مش ممكن لكن انت ممكن تسيرفو فاين يعني مثلا انت عندك جايب في الفيك ولا عندك ممكن يو ار الاو تسيرفو فاين انك فجاه تعلي السكاب اب انا في الحقيقه ما حطيتش اي انا سكاب غير اللي ريت حتى ما تخش لتر عندي روفن ليه بخليه اتلوف ريت في الارتفيشن بس
السلاح يطلع. زي ما حضرتك بتقول فعلا في حالات الزمن القديمه بس انا هي تاخد النص ساعه لو حطيت عليها متر العام بيقوم كانه غزال. النقطه الثانيه عشان اقولها بقى هنا مش بالضروره تعرف كل شيء، مش بالضروره تمارس كل التكنيكس. يعني اسلوب ان هي ثيرابي لسه بقولها عنها الاستاذ حسين كتيره جدا. في مسافات احسن مننا 100 مره وما يعملوش الا واحد مره. نعم. فالقصه اللي تفهمه اشتغل بيها. بس هل هناك فرق ما بين الروح؟ هل هناك فرق ما بين الروح فلاكس والهاي فلاكس؟ هل حضرتك بتوصي باستخدام الهاي فلاكس؟ أول حاجة أنا هقول بس عشان نستعرف أي هاي فلاكس مجنون لازم عندك أربع فيهم. فلو لو تيجي توديش الملك يعني أحيانا بتيجي شركة زي كوزينس أو جامبو أو جامبو يقول لك خد الهاي فلاكس وأنا عندي الخاص المية التراديشن اللي هي معروفة إن هي في في على الأقل المايكرو بتيجي فيها أعلى من بتكون أعلى من ريكومندد فور الهاي فلاكس فقول لهم أنت بتجيب لي حاجة في الشركة. الحقيقة بدل ما عندهاش أربع فيهم سبونتران دي خلاص لو مش اي خير نوت ريكومند انك انت تستعمل الفايف فلاكس ده بالنسبه للشخص بالنسبه للشخص الثاني هو ممكن هو ممكن يقصد اللي هو اللي هو اللي هو الوسط ما بين الفايف فلاكس والفايف فلاكس يعني حاجه بتبقى في 20 او 15 خمسة كده ما يقصدش 60 وال 100 والكلام ده فممكن استخدم انا الميه العاديه اللي هو 15 والكلام ده لكن لو استخدمت فوق ال 50 كيلو في مصر لو استخدمت اذا حضرتك قلت كده ما ينفعش ان اطلع فيه موتور لان بيحصل في نهايه الفلتر باك فلتريشن فهموت العيان من التوكسيس فبالتالي الهاي كلاس فوق 50 كيلو يو شود يوز الالترا بيوم يمكن لما اتعمل كريتيكال ابريزل للمقارنات اللي بتمشي مثلا الكلام فهو هل يا ترى اللي حسن الاوت كم في بعض الاستابلز اللي بتقول ان الهاي فلاكس فارق الهاي فلاكس ولا الالترا بيوم لان الالترا بروتر ممكن بتقلل انفلاميشن، تقليل انفلاميشن ممكن يبقى معاه بودره ما حدش عارف. اتفضل. ده دور السؤال ده هو طبعا الكونديشن دي طبعا احنا مش عارفين بس. اليوروبيان بيست براكتس جايد لاينز وكيل ماتس 2012 قالوا بصراحه هاي فاسمي ويز ريكومندد جريد اي ثينك 1 بي انك انت تستعمل معاه الترا كيو. بس خلي بالك انا عملت كريتيكال ابيزا للكونديشن زي ما قلت في مقالات نزلت في 2013 اول 2014 ان مش كل القصه دي مظبوطه او ملهاش ايفيدنس قوي. بس هي في النهايه ايه؟ القصه في النهايه انت عندك بروف لاكس اشتغل بيه مش كده بس سيب تايم كويس. طب حتى هي اهم اكتر الفلاكس ولا الافشنسي بتاع الدرايزر؟ على اهم ما الافشنسي الدرايزر اسمها يعني لو ما بتديش تايم لو العيال ما بتكملش اربع ساعات وعملت ماشي بروف لاكس وهاي فلاكس احنا كلنا نفنج يبقى ندي الدرايزرز اي بقى بس الاجابه سؤال غلط. طبعا الهاي فلاكس القصه دي 10 سنين كانت بين ستادي وجاوبت على نفس السؤال بس قالت لك بين ستادي للاسف وكانت صدمه حتى بالنسبه اللي عندهم اقل من سمول ديفرنس في الاوت كاب اللي جاوبت على الكاد تريك بين اللو فلاكس الدخان والفلاكس ولكن دايما في قصه في حاجات يا ست النهارده عندك عايز عنده اوريجونز تسمع كمان اسمع انا عندك اوريجونز او عندي سنين شارك كيس وهم بيبوزيشن فكده بتستعمل بس يومين عشان تقدر تحسن الاوت العين الفرد مش اه في كلام انك انت ممكن العين ميجرز ففي سبيشال سيتويشنز الهاي فلاكس ميبي ميبي ان هو يبقى كونفيرم على النو فلاكس ولكن يصطدم يصطدم اه بس انا عامل اتفضل بس اتفضل بس هو طبعا عملنا تلفزيون في الديسكشن جدا بنتكلم عن الدكتور قدام السيرة دي مفيش فيها افضل يوم بكره غيره احنا بنستعمل بروف سيركل بلايزيشن اه احنا رجعنا تاني للناس على بس عشان الناس تستعمل مثلا هو بيزنس اوف ذا اوف داس هي مهمه على سيف اب اب دي اسلوب كونتينر السيرم يعني اسلوب كونتينر السيرم بيستعمل فيه بلايزيشن مش دعوه تحط منه نقطه خالص وده بروف سيركل مقفوله خالص ده اول نقطه النقطه الثانيه ان كان في نوكلير فاينس في السيف اب دي وي هاف تو يوز هاي كلاس وي هاف تو يو بس في القصه مختلفه هو لما سال هنا بيقصد داس ده داس ده حاجه ان انا اول ما حسيت ان انا قاعد والناس حصل عندها كونكلوجن بين الطرفين احنا بنتكلم في المحاضره كلها عن السيف اب دي لا داس النقطه الثانيه اللي انا الدكتور بساعد بيه الموضوع بتاع الفلتر بتاع الشيلدر
تبدأ في سايتوكاينز قدام بالنسبة للسايتوكاينز إذا كنت تقرأ أمي أضروايز تدل سيك مع ضغط العضلة الزوج أضروايز الفلتر بعد أول ساعة ما عادش يشيل أي سايتوكاينز ويشتغل على البلاتس والإنفلتريشن. إحنا المفروض الكوست عالي جدا الكوست عالي جدا ما أقدرش أغير الفلتر كل 12 ساعة ما ينفعش أساسا يعني أنت لو مستمر تنزل 48 وتنسى 72 وهو الرايز نفسها مكتوب عليها ممنوع إنك تعمل فلتر من 72 لساعة. بس دي تعليق على الصغير طبعا حاجه ما كانش محاضره الاربعه اللي هو عامل ده ده عامل مشاكل ليه في الفلتريشن عادي طبعا الجسم فلوس كان بيبقى بيس بس فعشان يقدر يعمل دي القصه عامل نص سيركت بحيث ان هو الافلام اللي هو يقدر ياخده ويقدر يعمل بروسيسنج وان سليم مستلزمش وان سليم ويقدر يدخله عشان يوفر التكنولوجيا وده كان ده تاني في البلد تاني في كده يعني الحقيقه انا كان دي ان انا اعمل اونلاين لكشن ايجي لا اي دونت تراست اور سيستم والمهندسين والصيانه لكن بره الناس عندها يعني السيستم عندهم بره وهنرجع تاني انت فاكر تشتغل النقطه اللي الدكتور اسامه قالها احنا ما بنعرفش نتكلم في الكلاس ولا الكلاس على الاسلوب يس وعاوز اقول نقطه مهمه جدا في الكلام ده اصلا الكلام والكلام ده مش كل حاجه في الريتيكال زي الحسن الفرصه كده سامي وصل في الاخر للسبب مش كل حاجه راشنال ثينكينج قايلتها بالستارز يعني الارض بس لما يجي الهايت ماس لو انت عندك امكانيات ارفع من الموتر وعندك هايت ماس هو نوت يوز اذا كان البوست بالنسبه لك مش مهم لكن انا بما ان البوست عندي ليمتين فانا هحتاج الادفايس اللي طلعت الجيف بتاع الهوف راس وهايت ماس لايمين جنب بعض بالظبط مفيش اي فرق فهستخدم الكلام اللي يمشي مع البوست بتاعي لكن انا على قرار ان اقل من 75% من السنتر اللي بره بيستخدموا هايت ماس فهو لو موجود خلال بره مش كل حاجه نفس الكرونوفايس يعني الستاتس لها ما لها وعليها ما عليها الستاتس الستاتس لكن البراكتس اذا كان عندي اكثر من 75% من السنترز بيستخدم هاي كلاس بس عندهم السيستم متكامل عندهم الووتر تريتمنت بيرفكت عندهم الالترا ووتر عندهم الكلام ده كله احنا ما عندناش يبقى هستخدم البقاله واتصل بيها واقول انا هستخدم فلاكس بس ندي العيال افيشن باكس بالنسبه للسيركلز والكلام ده ما فرقش حتى استخدام السلوك من الثيرابي في الاكيوت كيدني انجن في الكونفرجن للبروفيشنال دايس ما فرقش لكن العائد زي ما الدكتور حسين قال انا مش قادر اعمل سليب ولا قادر اعمل كونفرجن دايس فانا مضطر اعمل سلوك من الثيرابي لكن لو انا عندي الامكانيات اعمل مش فارقه لان انا بقدر اشتغل سليب او اشتغل حتى الدرس بتاع العربي اشتغل باللي بعرفه فده اللي انا بعمله. ولكن الموضوع بقى بيزنوه جدا. كل ده بص انت عاجبني جدا انا اللي بعمل ايه في الفيديو ده في واحد قال انا اللي بعمله عشان هيجي لي رزق غلط احسن عشان من غيره مش هعرف اعمل كاس اساسي. انا جاي في الاخر يا سامي اشكرك شكرا جزيلا. نص ساعه الشركه وشيله 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 وشيله